اليوم كيف ينظر إليكم من فرنسا، من الداخل الفرنسي وأيضا من أوروبا، كونكم وكون البروفيسور ديدي راولت قدتم هذا لنقل الدفاع عن فكرة استعمال مادة الكلوروكين في العلاج؟ الحمد لله، بزاف ديال الاطباء تبناو هذا البروتوكول العلاجي. شفنا الاحصائيات حاليا بالنسبه للاطباء على صعيد العالم اللي كيستعملوا الهيدروكسي كلوروكين او الازيتروميسين في العالم هو 50%، وهذا كيوضح الفعاليه الجيده ديال هذا البروتوكول. بالنسبه للحالات التي عالجتموها، قلتم انه 3000 شخص تمت معالجته بمادة الكلوروكين في المركز الذي يشرف عليها البروفيسور ديدي راولت. كانت هناك فقط 12 وفاة. هل الإصابات كانت محدودة؟ لم تصلوا إلى حالات خطيرة وحرجة في هذا 3000 حالة؟ هو السيستم اللي كنعتمدوه احنا في مارسي مختلف عن باقي المناطق بفرنسا. نقوم بالتشخيص المكثف، يعني أي شخص عنده سواء عنده أعراض أو ما عندهش أعراض كيجي يقوم بالتشخيص. والفعالية ديال هذا البروتوكول العلاجي كتكون ملي كيجي الشخص، يعني بقي الله كيبداو فيه الأعراض، وهنا علاش كنقدروا نعاونوا. إلا جا الشخص هو ديجا عنده الأعراض، هنا البروتوكول العلاجي لا يفيد، لأن المريض صافي كيدخل في حالة في العناية المركزة. المشكل هنا ما كيكونش الفيروس، كيكون كيفاش نقضوا هذا المريض.